كل الوقت إذا كتير استقتلي. اسمعي شو صار. عنديك الجمعة كان في كتير ضرب، اضطرينا نترك المدرسة قبل آخر السنة. ببلشت الهسترة، ماما بدها تخبى بالضيعة، بابا بده يضلوا ببيروت وبده يحمي المدرسة. تلكن وصار مدير لا كل الوقت خناق والحديث ما بيخلص، شغلك أفكارك اللي خسرونا قبلنا، بدي أحمي البنت. طبعا صوت الراديو ورا ملعلع، ولا حتى قدرت أهرب من الحديث بالأوضة، عم بسمع كل شيء. يزا وصلنا على الضيعة، بالأخير قررنا نروح بلا بابا مع سامية. سامية كانت لحالها مع ستة، وهيك منضل رايحين وجايين بهالضيعة. بس التنورة الزهر اللي جبناها أنا وياكي، سامية لبست هاي الجزة ريلاكس كتير قصيرة، بس هي ما بتفرق معها. ومرنا عن ميشيل ورينا، بس ما كانوا بالبيت. آخر شي لقيناهم بالساحة. We'll be right back.